يا اخوتي السلام عليكم، معكم مورايد في فيديو جديد. من بعد ما نجحت ليبيزود الاولى ديال هذه السلسله هذه اللي كنخرج معايا ثلاثه الدراري، ما نقولوهاش نهار مع فان ولكن نقولوا نهار مع ثلاثه ديال الدراري عشاقين الدراجات الناريه. جات ليبيزود الثانيه اللي غنشوفوا شي ثلاثه ديال الدراري اللي تيعشقوا في الدراجات الناريه ونعيشوهم هذه الاجواء هادو. بالنسبه للدري الاولى باش تكونوا عارفين، ما زدتوش بحال الدراري الاخرين حيت هو عنده القرايه وما ساكنش هنا في مكناس، غادي يرجع لوارزازا تجي غير ضيف. المهم درت جهدي كامل باش نسبقوا على الدراري. وشكرا بزاف بزاف على التفاعل ديالكم، خصوصا الفيديو ديال خريجه الافران ديال الدري اللي جاب لينا البكي. عرفتي راه ما تصوروش كميه ديال الحب في دوك لي كومونتير، راه بزاف، راه شي حاجه ما تتصورش. يعني غير تحط فيديو تسمع ديك الله يرحم الوالدين وتسمع كلام زوين، هذا هو الفضل وراس المال احسن من اي حاجه. والمهم ما طولتش عليكم، نتلاقاو من بعد الانترو، يلا بقاو معايا. غنمشيو عند ادم، راه صيفط لينا اللوكاليزاسيون واتساب. الدري هذا الصراحة ما هزلتوش زعما بارازار مع الدراري، هذا اختاريتو هو الاول حيتاش عنده عذر، هذا الدري ساكن هو اصلا من فورزازات وغي جا ضيف هنايا، غي جا ضيف عند العائلة ديالو وغادي يرجع، غيرجع في هاد السيمانة يعني على حسب القراية وداكشي. يعني داكشي باش نسبقتو هو الاول، ودرت مجهودي كامل، درت مجهودي كامل باش ما تضيعلوش هاد الفرصة هادي، حيت مسكين شحال هو لاصقني، شحال هو تيصيفط لي ميساج، واش مازال واش مشاو عند خونا ادم. انا كنت خايف نمشي تسافر ونصدق مع ما كنتش كنسالي، خفت غير نسافر ونصدق بحال كذبت عليك. قدك هادي هكا صافي، هاديك الهابطة صافي، قرب شوف شد فيا شو كدير، شو ما يش... لا شوف لا انت ما توصلش هنا، انت قصور، انت شد دابا فيا غير هنايا صافي. الشكاره ما مديرونش ياكش ولا نعطيك تلبسها كبيره عليك واقيله بلا ما تلبسها انت صافي، تشد غير هكاك يا قابط مزيان، قابط مزيان صافي. وعمرك ركبتي في شي موتور؟ ما عمرك ركبتي في شي موتور؟ ثاني مرة. ثاني مرة؟ أول مرة فين؟ اش واحد عنده شي موتور كبير تما؟ شنو عنده؟ اش من موتور عنده؟ 57 كحلة ياك؟ كحلة ولا؟ لا ما في الخضر؟ يمكن هضر معايا واقيلا، كيف ورزازات هو؟ ورزازات؟ واقيلا انت واقيلا فايت هضر معايا واقيلا واحد الدري تما يعني. يلا دويرة خفيفة نطلعوا له شوية ديال الأدرينالين. نسيت له الكاسك ما جبتهولوش معايا، ولكن ضروري الكاسك، كاسك ضروري اخوتي، وخا دوزيام بلاص فاش كتوقع غالبا دوزيام بلاص ديما تيكون الدقة في الحوادث الله يستر على اللي راكب القدام على اللي صايك. انا تنعرف حوادث وقعوا في مدينتي هنايا شي جوج ولا ثلاثة، حوادث مميتة ماشي حوادث عادية، جوج بعدا متأكد منهم اللي كان راكب واللي ما كان صايق هو اللي مات. داكشي علاش غنحاولو دابا نصونو على الدري صاحبي، بقى عندو الكاسك الثاني، نشدو عندو. كي جاك تفرقع مزيان كيعجبك؟ لا ما تخافش تا يشد مزيان باش ما يطيركش الريح. تخلعتي صح ويلي كفر الزوين هو ها وتعجبك الموطور، خصك يكون كيعجبك الكابراج. ما نعاودوش نكابريو
صافي ما نعاودش. يلا راه قلت لك شد مزيان بعدا في الاول. هيك سيريت على الرويضه شويه مجهد وصافي تهز راسها. فاش كنمشي بلوميان الا كان شي بلاصه حرشه وكسيريت لها مجهد حتى تهز الموطور. يا كتشوف حاضي معايا الفيتاسات تبارك الله عليك. الا شتي بلوميان وشتي شي بلاصه حرشه رد البال ما ربما يتهز الموطور. هذيك ما كتكونش فيها انا اللي زدتها له. كاين الماطر راك متبع معايا تبارك الله عليك. زيت هاكاك تنت ان شاء الله غدير شي موطور. ها ياك ولكن تخدم عليه وديرو. ها تلا شارو لك والديك موطور صغير ياك شي مازال صغير ماشي مشكل، ولكن بعد موطور كبير انت اللي غديرو فلوسك ياك. هكاك نيشان موطور حلو شوف بوحدو ماشي بحال الطوموبيل غتبقى تسافر بيه من ورزازات تجي عندي حتى لمكناس نبقى خرج انا وياك صافي. راك شفت ورزازات واحد الخرجه واحد الفيديو عندي قديم راه كنت جيت لورزازات بومندات الفيديو خلاص انا خليه هنايا خويا مزيان الله يحفظك خوتي. غندوزو عند المشارك الثاني معنا عند امجد. خوتي بغيت نوريكم واحد الاوديو ديالو صيفطوا ليا اللي اثر فيا ديال بصح. هادي غير الناس اللي يقدر يجيهم هادشي عادي ويجيهم هادشي كيف والو، راه كاين اللي كيعتبروا بزاف. المهم نخليكم تسمعوا. التجربه ورا الخلعه شاده يا صاحبي من الصباح ديال الرجلي الصغيره صاحبي. اخويا اسمح لي بزاف الوالد يعني عرفني انا عشت تجربه هاد الموطو ما خلانيش نخرج. اوه اوكي خويا مرحبا. خوت غادي عند الدريري اللي شارك معنا متسابق الثاني سي مهدي. مهدي ولد السيكتور ديالنا يعني دراري تنعرفو عن بعد. المهم مشارك معايا حتى هو راه تيتسناني. دراري تنعرفو عن بعد تيتسناني هو والدري تنعرفو هذا صاحبي هذا. او ماي جاد اش كدير هنايا مزيان فين اخويا مزيان هانية صحيح لاباس شتينا بعدا انت الكاسك تنلعبو ولا تنتراك ياك الله يحفظك شكرا. يلا مشيو عشيري تتعرف هاد خونا هذا؟ يلا اركب اخ الله يحفظك اخو عصام صافي زير ديك اللعيبه كلشي مزيان كلشي ناضي وتحس برجليك مزير عليا راك الخلعه ولا ضروري حركه الله اراديه دابا تما هذيك ضروري وزير معنا خلعة ما فيكش انت يا بزاف انت عادي عادي ما فيك لا خلعة لا والو. ها اش الحديد الغليظ راك عارف علاش ما اول مرة تركب الحديد الكبير؟ اول مرة فري والله لا اول مرة شعور واعر ماشي بحال ماشي بحال الشعور ديال النطرة ولا ديال هذيك بوحدة ولا اني هذه الادرينالين زايدة شي تحس بشوية داكشي تيتحرك لداخل الطش ديالو ديما في الدار الطش ديالو حاجة بوحدة تنضب بوحدة تيتهز ديما عنيش انا الهيبة ديما ماشي راه داك الكويس كنشدو عليك شوفوا عاوتاني شكون اللي مازال صافي اخويا يلاه تهلا فراسك اخويا الحبيب الله يكبر فيك الله يعاون خوتي. دابا غنمشيو عند المشارك الثالث معنا خويا توفيق ساكن في ويسلان جهه بعيده على مكناس شي شويه محسوبه مع مكناس هي جهه معزوله شويه يعني كاين الطريق مي يستاهل شي خساره فيه. تعجبنيش تعجبنيش نقول ديك مالك اخويا انت ياك لاباس حول ولا قوه الا بالله. تعجبنيش نقول ديك الكلمه ديال فان ولا هادي بحال اللي تتنقص من بنادم ولا تزيد فيك انت ولا شي. مصاحبنا وصافي حتى هو عاشق للدراجات الناريه نقولوا
الدري هذا حاله خاصه اي باش تعرفوا هذا كيعرف الدري مصطفى اللي كنشارك معنا الثالث في الفيديو ديال ديك ديال هاد السلسله الاول. غنبقى ندير كما فايز قلت لكم في الفيديو اللي قبل، فيديو كل شهر نحاول كما قلت لكم ندير داكشي اللي قديت عليه جوج دراري ولا ثلاثه نصور معاهم فيديو، منا انا نصور فيديو معاهم وانهم غادي يجربوا هاد التجربه اللي ما عمرو جربها، ولا اللي جربها وعادي بغى يعاود يركب معايا ما عنديش مشكل. المهم هاد الدريري هذا كان قال لي مصطفى نهار فاش عزلته قلت له صافي انت اخويا راه غادي تشارك معايا غادي نصور معاك نهار نكون مسالي، قال لك صون على مصطفى في البلاصه وعرفتي راه قال لك ما تصورش شحال غيطير بالفرحه. قال لي السيد راه حققتي له وحده من الاحلام ديالو كما تيقولوا. شنو هنا يا لطيف عاوتاني شنو يا حيح هي طلعت هنا دار الفيراج، هذا الفيراج هذا خصوصا في هذه الهبطه معروف ديما هنايا تيكونوا الحوادث الله يسر. المهم شوروا اللي معنا الناس اللي معنا من هنايا في ويسلان كناس شوروا اخوتي في هذه الطريقه هذه راه ماشي هادشي مش ديال الضحك حتى تكون هابط الرويد فيه غارقة قد الطوموبيل خاصة شي طوموبيل اللي على قد الحال حتى الدور في هذيك الفيراج تمشي بك كاملة. خوتي غتشوفوا الجو مختلف شي شويه على قبل او لا حتى شنو اللبس ديالي ماشي بحال حيت راه ما نصورش هادشي غير في نهار واحد او لا يعني كل و تنشوفوا على حساب الوقت اللي نكون مسالي فيه او لا الوقت اللي نكون مسالي فيه انا يعني راه ثلاثه ديال الدراري ماشي غير مع واحد راه صورت معاهم بعدا من قبل كل واحد في النهار ونهار اخر في الساليت انا نصور عاوتاني مع الدراري اللي بقى هادشي علاش يقدر يبان لكم الجو مختلف. كرا باش ما ديرونجيكش فاش تكون راكب سير ماشي ماشي زيد طرطقات السميطه هذين انا قدها شويه هكا صافي مزيانه صافي ركب سير على الله. الكاميرا تتعكس شي مرات دابا راه مزيانه. فين نمشيو اللي بغيتي نتايا فين yeah. ما عندك شي بلاصه باغي تمشي لها ما تخلعتيش لا الله يديك الاغنى عليه زير عليه هذا بشويه دوزيه هو كنسد عليها الطريق ما خلاهاش من دوز وسكت عليها الطوموبيل ما خصهاش تسدي سوا خويا هذا شد لوسط هذا دابا ما عرفنا شنو بغى يدير واش باغي تشد ليه ما فهمتش تكاين انت بيك انت دور للرايده خويا توفيق انا بغيت نسولك على حاجه وحده واش ما تخافش اش نقول لك راه الموتور كاين اللي كيخاف منه انا فحال هذه ما خفتش منه لكن انت صاحبي اول مره تركب في الموتور وكبريت بيك وقلتي لي الادرينالين جاي يطلع زيد اخويا كمل ها تشوف عطي ديك اللعبه الفيس حيت ما بنادم اول مره يركب في موتور كبير وتهز به ولا شي حاجه انا زعما هنا غادي تقول لي بارك اخويا بطني ولا شي حاجه والو وتقول الحب ديالي ليها واخا اقول لك كيجاك احساس ديال اول مره تركب في موطور اول مره في الموطور شي حاجه اللي اللهم واعره يعني ياك شي حاجه بزاف جات مزيانه اليوم انا لحد ها غدا الاثنين ان شاء الله ندوق قرايه شي حاجه انطلاقه اللي عرفتي تكون موتيفاسي ياك ان شاء الله تخدم تقرا مع راسك وتخدم ودير انت الموطور ديالك
شتي شنديروا هذا دابا كنركب الدراري واش رايح حيت هادشي انا كنت دزت منه ديك الساعه كانوا هما طرقلان ما كاينش اللي معاه تركاب ولا اللي توراك ولا شي حاجه فهمتيني يعني اقل حاجه نديرها هي نشوف الدراري اللي يستاهلوا بحالك هكا ماشي مشكل اخويا راه جات عندك من خرطوبه حتى للوزين يعني اخو هاد اللي درت هاد اللعيبه زوين ان شاء الله الدراري ما لقاوش كيبغيو ماطرو ما لقاوش كيديروا اللي يدفعوا ما كاينش اللي خلوهم يعيشوا هاد الاحساس هذا ما كاينش غلط ياك مرحبا مرحبا اخو توفيق وان شاء الله مازال جايه السلسله وكما قلت لكم اخوتي عطيونا شي سميه لهذه السلسله هذه راه مازال ما عرفناش السميه ديالها يا ما تقولش ديك القضيه ديال النهار مع الفار ما عنديش مع يعني بحال اللي تطيح من الاخر ولا شي حاجه شي تجربه اجتماعيه ولا شي حاجه بحال هكا وكما العاده فاش نبغي ندير الفيديو الاخر عاوتاني راه نحط ستوري عندي في انستغرام دخلوا عندي الانستغرام وغادي نقول المهم نحط ستوري باللي راه غندير فيديو وغادي طاغيوني فيها تسكريني يعني لاباج ديالي في يوتيوب ماشي دابا تنحط انا ستوري صافي طاقا باش نشوفكم انا حطيت ستوري وطاقيتوني صافي انا نزل شي ثلاثه ديال الدراري ولا جوج من هادوك عاوتاني وهي غادا تنسالي هاد الدراري كاملين واخا ما عمرو غيتسالى هاد الهوايه راه ما عندهاش الحد وكنبغيكم بزاف ما تنساوش اللايك كومونتير واللي ما داير سبسكرايب يديرها وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديوهات كاملين اللي دازو